فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حامل أمرها الطبيب بالإفطار في شهر رمضان، يقول: فما الواجب عليها؟ هل هو القضاء فقط؟ إذا أفطرت خوفا على نفسها فإنها تقضي فقط، أما إذا أفطرت خوفا على حملها، والله تقدر على الصيام لكن يتضرر الحمل، فهي تفطر وتقضي ومع القضاء تطعم. نعم.